السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، تفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة النساء، والتي تطرح لنا قضية من أخطر القضايا في حياة الناس، بل فيها أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. فلا أحد أعلم بالخلق من الخلق، ولا أحد أقدر على تصنيف الخلق من الخالق. كل إنسان منا يتمنى أن يميز الناس حتى يعرف كيف يتعامل معه، لكن الأماني شيء والواقع شيء آخر، وإلا فلو ميزنا الناس ما خدع أحد بمخدوع، ولا ابتلي أحد بخداع، لكن سنة الله تمضي. القرآن الكريم رب العباد يصنف لنا فيه الناس تصنيف عجيب جدا، صنف صنف. هناك تصنيف عام في كل بشرية، عنه يقول تعالى: ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس، وفي كل مرة يعطينا صنف، خلالهم طباعهم أحوالهم كيف نتعامل معهم. هذا التصنيف لا وجود له إلا في القرآن، تصنيف نفس صنف صنف. ورب العباد لما يصنف يصنف على علمه لا على علم العاجز. احنا لو صنفنا هنصنف على المعاملة بيننا وبينهم، وأنت لا تتعامل مع كل الناس مهما أوتيت من قوة ومن قدرة ومن طولة عمر، فمعارفك محدود جدا بالنسبة للبشرية. لكن رب البرية لا يخفى عليه شيء ولا حال من أحوال البشر، لذا صنف لنا الناس صنف صنف على العموم، ثم عمل إلى طائف بعينها ففصصها وفصلها. المنافقين أفرد لهم سورة من أطول السور، سورة التوبة، ومنهم ومنهم ومنهم، وكل منهم يعطيك صنف. وهنا في هذه السورة التي قبلها آل عمران صنف لنا أهل الكتاب، وفي الآيات التي تليت أعطانا أكثر من صنف. ولما نقول أهل الكتاب ليدلنا تعالى على أن هذه آفات ابتلي بهم من عندهم وحي، تحذيرا لنا من الوقوع فيما وقع، فآفاتهم يخشى أن تكون لنا آفات، بل في غالب الأحوال لنا آفات. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموه. قال الصحابة رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فمن قال كده غيره؟ فدل هذا الحديث على التحذير الشديد جدا جدا جدا
لهذه الأمة من آفات هاتين الأمتين أمة أهل الكتاب، لا تتبعون سنة من قبل شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب خلب، ليدلنا على أن العمه الذي أصاب فريق منهم سيصيب فريق منهم، العمه أن يدخلوا مكان لا يدخل، جحر ضب خرج. تعرف الضب؟ ها؟ حيوان يشبه التمساح لكن صغير، ويؤكل لحمه. وثبت في الحديث أن يعني الصحابة قدموا لرسول الله طعام فيه الضب، حديث أم سلمة، فقالوا يخبر رسول الله، قال رسول الله هذا الضب كان يأكل ولا أعرفه، سووه لحم جميل. فامتنع النبي المعلم أنه الضب، فقال رسول الله تحرمه؟ قال لا، لكنه ليس طعام أهلي، يعني ما ألفته ولا اعتدت عليه في حياتي. قال خالد بن الوليد إذن علي إيه؟ مدام حلال هاتوا أكله، وقام في خد. فده الضب، لما يحذر النبي من أن نتبعهم حتى لو دخلوا جحر ضب خلب، يعني ليس فيه شيء لا اتبعناهم فيه، حديث شديد التحذير لنا من الوقوع في مواقع. وهنا الآيات تذكر لنا آفات من آفاته، ليحذرها كل مسلم في نفسه وفي أولاده وفي من حوله. والشيخ بدأ بأول آيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. لماذا قال نصيب من الكتاب؟ ليدلنا على أنهم علموا جانب وجهل جانب. والناس فئات، في واحد يجهل الدين كله وماشي عمياني، وفي واحد يعلم بعض الدين ويكتفي به على أن هذا هو الدين ولا أن يعرف غيره، وفي عالم درس الدين كله واحترم علمه، وعالم درس الدين كله واحتال في تنفيذه. كل دي فئات ورد وقعت في أهل الكتاب وتقع في الأمة. فالجاهل سيسأل عن جهله، لأن الله ما أنزل كتابه ولا أرسل رسله ليجهلها عباده ويعيش بغيره. ولذلك توعد من عاش بجهالته وهو يدعي الإيمان سيسأل عن هذه الجهالة. تتدعي الإيمان بالله ولا تقرأ رسالته؟ تخيل بالله عليك لو جاءت رسالة من امرأتك الغائبة عنك، أو أنت الغائب عنها ولم تقرأها، الولية ولو علمت أنك لم تقرأها تعمل فيك إيه؟ ها؟ تفرمك. لو كنت تحبها مش هتقرأها بس، ده أنت تقرأها مرات وتنفذ كل ما فيها من طلبات ومعلومات وأوامر، وتعتبر هذا قمة الإكرام. فكيف برسالة ملك الملوك يتجلى من عليائه فوق عرشه وسمائه رب العرش العظيم ليخاطب مخلوق مثلك لا يساوي ذرة في ملكه، ثم يأبى قراءة رسالته؟ يأبى أن يعرف مراده؟ ماذا ينتظر من ربه؟ يقول تعالى: حتى إذا ما جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تعرفوها لم تتعلموها. النتيجة العملية إيه؟ إما أن تكذب بها بلسانك تنكر أمر معلوم الدين بالضرورة وأنت تنكره لأنك تجهله، أو تعمل بغيره. لذا كل إمام قرطبي والتكذيب له حلال، إما باللسان وإما بالحال. التكذيب باللسان أن ينكر ما هو موجود في الدين لجهله، والتكذيب بالعمل أن يقر أنه في الدين لكن ليس ملزما له ولا يعمل به. عايز إسلام بلا تكليف بلا أمر نهي، وصل معنا؟ هذا مجرم، لا ظن أن جهله يعفيه من السؤال غدا. لذا جاء النص قال: أكذبتم بآياتي
ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في أرض وملك بأمر تعملوا بإيه؟ أم ماذا كنتم تعملون بلغة العرب؟ ماذا كنتم تهببون؟ بعيد عن واحد تعمل إيه؟ ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تطينون؟ ماذا كنتم ها؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعمل في ملك بأمري فبإيش أن تعمل؟ وفي الآية الأخرى يحذر تعالى أشد تحذير من هذا الجهال، وقد ضربنا الناس من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن العربي غير ذي عوج لعلما تقول. يحذر تعالى أن ما نزل الكتاب إلا يتخذ العباد من خلاله، يحذر أشد تحذير لعلهم يتذكرون قرآن العربي غير ذي عوج لعلما تقول إلى أن قال ستأتي الأشياء آخر سورة الروم وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. لا وقع عليهم قول آخر آيتين الآيات كده قبل آيات الأخرى آخر لا اللي قبلها كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فعاقبهم بالطبع على قلوبهم بسبب الجهل. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وفي هذا تحذير شديد جدا للعيش في وهم انا مش عارف خليني كده انا زي الفل سلامات. وربنا انزل كتابه عشان تعيش بغيره تحيا بسواه. كل أنطال بدرس الصحابة كانوا أمين لا يقرؤون لا يكتبون، والأمية كانت عذر لهم، ومع ذلك ما منهم واحد ترك دين. يقول ابن مسعود كان أمي ما كان متعلم في المدارس ولا خريج جامعة أمريكية ولا جامعة كندية أبدا يا إخوان، كان أمي كان مراعي غنم، ولما نزل آية الوحي ما ترك آية. يقول ابن مسعود كل الصحابة إذا نزل على القرآن نحفظه، مش نقرأه بس نحفظه 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها كل ما فيها العلوم والعمل بها كيف نطبقه. فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا لغاية ما وصل لفين ابن مسعود الأمة هذا، وصل لمرحلة كان يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسأل المصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. انظر إلى الأم إلى أي مدى وصل علمه، ما ترك آية ولا معلوم عن آية في أقاصي الأرض إلا وسعى لجمعها. بعد أن نعلم هذا عن الصحابة الأميين والتي صاروا بهذا المنهج أمميين، صار الواحد منهم أمة واحدة، ابن مسعود صار أمة يوم أن فتحت أقوى حاضر على وجه الأرض الحيرة العراق كانت عاصمة الفرس المدائن، وكان لهم قصر على ظهر دجلة قصر كسرى كان اسمه قصر الأبيض، اسمه ايه من زمان الأبيض ده بيت الأبيض، فكان اسمه قصر الأبيض يا اخي ده نزله سموه البيت ده كان اسمه قصر الأبيض. ابن مسعود لما فتحت المدائن وكان فيها أقوى علماء الأرض في الكيمياء وفي الأحياء وفي الطب وفي غيرها، من يعلمهم هذه العلوم ويعلمهم الدين؟ ابن مسعود أرسله عمر ليكون هو إمامه الأمي. أي لأنه فاق أهل العلم بهذا المنهج الرباني، فتحول الأم لأم، فلا عذر الأم. ثانيا اللي تعلم شيء من الدين واستغنى به واكتفى
أخذ بعض المعلومات ودرس بعض المعلومات وسكت. أنا كفاية علي كده، مش عايز أعرف حاجة تاني. حلو كده، الحمد لله، سلامات. ودين الله جاء لتأخذ منه بعضه وتدع بعضه. لقد ذم الله هذا أشد الذم في الكتاب. قال أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. بل مثل لمن هذا حاله، فقال تعالى: أفرأيت الذي تولى، أفرأيت الذي تولى، تولى أعرض في كثير من الأمور دي، وأعطى قليلا وأكدى. يعني أعطى قليلا وأكدى، شبه الله عز وجل حاله بالتشبيه عجيب. شبه حاله بحافر البئر وبذل مجهود وحفر جزء كبير من البئر، فرأى كوديا صخرة فاستغنى عن جهده ولم يكمل الرحلة، ما فكرش يطلع الحجرة دي ويكمل عشان يوصل المال، فلا انتفع بجهده اللي قدمه ولا وصل للغاية التي أرادها. فشبه الله حال من أتى بعض الأعمال ثم توقف عن طاعة الله في الباقي ومعرفة الباقي والعمل بالباقي، شبهه بمن هذا حال باللي أصابته كدية، أعطى قليلا وأكل، حفر شوية ووقف، فلا انتفع بالأول ولا وصل للآخر. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه؟ شاف ان كده يكفيك، او اللي فعله يغنيه، وشاف ان بوب هذا وصل للماء والمراد؟ ابدا. اعطى قليل واكدى عنده علم الغيب فهو يرى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى؟ سنة الله في كل هذه المنزلة، الا تزر وازرة وزر اخرى. ليس معنى ان انا اطعت الله بالصلاة ان انا حلال لي امي وابوي، لان لم اتعلم احكامها. حلال لي أن أنزل لأبرات وأظلمها، لأن لما أتعلم أحكام الزواج والطلاق. من يحل لك هذا؟ من يحل لك هذا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سعيت بالحق في كل في مسألة هتاخد أجرها، في غيرها أبيت عليك وزرها. اوعى تفكر حد تزهل، عندك الأحكام وأنت الذي أبيت تتعلمها، عندك الدين وأنت الذي أخذت منه جزء وتركت الباب. ستسأل، ستسأل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني كل الكلام ده مش هحاسبك ربنا بينك وبينه، لا، ده هيعرضوا عروس أشهدهم خير ليشهد الناس جرائمك فيما ارتكبت من جرائم. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا يصلح أن نعيش حياتنا جاهلين بديننا ولا جاهلين بجزء من ديننا ونكتفي بالقلب المعلم. بل المسلم مطالب أن يتعلم دينه كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. هنستمر نتعلم ديننا لغاية ما نلقى الله عز وجل. كل يوم نتعلم جديد، نقرأ ونراجع ونقرأ ونراجع في القرآن في السنة. يعني سامحوني، احنا القرآن ممكن الواحد فينا يقرأ الآية مليون مرة، وفي المليون واحد يجد معنى جديد لم يجده من المرة فاتت. الوحي عطاؤه بلا حدود، وربنا بيفتح في أوقات معينة بمعاني معينة قد لا تلتفت إليها أنت في كثير من المرات اللي قرأت فيه. ودي كانت المنحة اللي حتى الصحابة بل أقرب الناس إلى رسول الله كانوا يتمنونها. لما سئل علي المطالب: يا إمام، هل خصكم رسول الله أهل البيت بشيء من الدين؟ إداكم كده أحكام خاصة بكم؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا من كتاب الله. فعد أعظم المنح التي أعطاها الله لأهل البيت إن فتح عليهم فهم كتابه. فتح عليه فهم كتابه، عد عليه، هي أعظم منح الله له ومن الله عليه وعلى من حوله من أهل البيت. طبعا لهم أحكام البيت خاصة بهم في الطعام والشراب وغيره،
لكن خصه بفضل زائد عن غيره لا طبعا. مش عايز اتكلم في هذا الموضوع الا فالان المخاليل من الشيعة اعتبروا اهل البيت دول يعني ايه معصومين معصومين ووصل المراحل عايزين منهم بركات بقى ولا دخلنا في الدوامة دخلنا في دائرة شيطانية لا تنتهي. الله يخلنا انا سمعت مقطع الشيخ معامل الشيخ بيتكلم عن البيت ونسب اليهم هذه الجريمة مش معاه جريمة بل جرائم. فقال ان من حق اهل البيت من حق اهل البيت ان اي انسان يود ان ينجب طفل نبيه يمعق يوم بنائه لا يبني بامرأته او بزوجته العروس يعطيها لواحد من اهل البيت ينام معها اول ليلة هو اللي يفض بكرتها عشان تجيب الولد نجيب من اهل البيت. هذه الجرائم الزنا ويتعرض له اناس ينتسبوا لاهل البيت ويفعلوه البخيل طوعا طوعا. واحد قد ما عرفش الواحد يزن به يبقى دليل ولا تعريص؟ عايزين كل راجل يبقى معرص من اول ليله وارتكب هذا الجرم هذه الجرائم ترتكب باسم الدين مصائب مصائب تحير العقل تحير العقل. حق يستمتع بها اول ليله يستمتع بها ان الله من الرجل. نسال الله العافيه. الحمد لله الذي عافانا الحمد لله الذي نجانا وعافانا من هذا البلد. الحمد لله الحمد لله. احكي هذا لان هذه مصيبه بل مصائب ترتكب. اذا المسلم مطالب الا يعيش جهل الدين وألا يكتفي بالقليل من الدين بل مطالب أن يجتهد وسعه وطاقته كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والوسع رب العباد منك يعلمه يعني لا تعتذب أن الأمر ده فوق طاقتك وأنت تعلم أن عندك طاقة هتعتذر بالعجز ربنا يجيب لك العجز ويبتليك به بيتهم احذر أعطاك نعمة وهمة وعزيمة وإرادة وقدرة على العمل لا تدمرها بوهم وبادعاء كذا من غير قدر وأنت قادر والله يعلم منك أنك قادر. ولو كذبت على جميع الناس فهل يخيز كذبك على رب الناس؟ لو خدعت جميع الناس تخدع رب الناس؟ قال تعالى والناس يعني كما قال في الآية يخادعون الله الذين آمنوا ويخدعون إلا أنفسهم وشعروا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ده صنف الناس الناس من يقول آمنا بالهم الآخر مؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى مطلوب تعلم العلم لآخر نفس في حياتك تعلم الحق لآخر نفس قرآن وسنة لا تتوقف بل كما قال السلف من ظن في يوم أنه علم فقد جهل خرج من دائرة العلم دائرة الجهل. توقف عن طلب العلم وبدأ يدور عليه على مسالك الجهال. مطلوب هذا العلم فقط لا والعمل به تنفيذه والاجتهاد في تطبيقه. وفي الحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. يا رب يفتح لك ابواب من العلوم تفخ لك مع التطبيق العملي. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. والعلم يقتضي الامانه في التطبيق وفي البيان. في التطبيق على حياتك لا تاخذ نفسك تبقى عارف ان مراد الله معنى معين وانت تحتال عشان تاخذ معنى اخر.
عارف أن الله حرم هذا العلة وإنت تحتال حتى تفلت من هذا العلم. إن احتلت هتفلت من عقاب الله ولا خدعت نفسك؟ أوهمت نفسك أن على خير؟ أنت كذاب، كذاب وتكذب على نفسك. وفي ناس هتستمر هكذا تكذب على نفسها حتى يأتي يوم القيامة. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، ها، وزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ها، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين. أشركوا ويأتوا بين يدي الله بالقيامة وهمين أنفسهم أنهم ما أشركوا، فيقسم بالله أنهم ما أشركوا، يعقب تعالى فكل انظر كيف كذب على أنفسهم. كذبهم على من؟ على الله، على أنفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. سلام، كل ده إلى جهنم رحيم فيه. نخدع من؟ نخدع الله ونخدع أنفسنا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. مشهور العلم يتطلب البيان، والصدق في البيان، أن أبين الحق لأن ربنا أوجب عليه البيان. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. دور الرسل، دور أتباع الرسل، بيان الحق للخلق حتى لو عاجز. كما يقول ابن القيم: لو أننا لا نبلغ الناس إلا ما نعمل به ما بلغنا الدين. نحن نبلغ لنرفع عن أنفسنا اسم التقصير في البلاغ، وإن قصرنا في العمل، لأن الله اشترط للسلام أربعة أمور. قال: والعصر، إن الإنسان في خسر، أي كل جنس الإنسان في خسران وبلوا به، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقصيرنا في العمل يبقى فينا متواصوا بالحق؟ أبدا أبدا أبدا، نحن مأمورون بالبلاغ حتى لو قصرنا في العمل، فنبلغ لعل الله أن يعيننا بالبلاغ على الصدق في العمل. البلاغ مطلوب الصدق فيه، يعني لا أحرف الكلمات ولا أبدلها ولا أغيرها ولا أسترضي العباد على حساب رب العباد كما يفعل بعض ضلال العلماء. ورب العباد نكل بهؤلاء أشد التنكيل، اللي علم الحق واحتال في بلاغه أو أرضى الخلق على حساب الخلق بعد أن علم الحق، ومثل الله له أقبح تمثيل. فقال تعالى: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا وحينا وعلمنا فانسلخ منها، خرج منه، فأتبعه الشيطان، بقى هو أستاذ لإبليس، مش إبليس أستاذه، بقى هو إيه؟ هو اللي علم إبليس الأبلاس، علمه أصول الضلال. إذا قال لما قال لم يقل اتبع الشيطان، قال فأتبعه الشيطان، الشيطان جير وراه، لا له أستاذ. كما يقول محمد الغزالي، يقول الشيطان على لسانه: كنت بالأمس للإنسان أستاذا وأنا اليوم للإنسان تلميذ، بتعلم منه أصول الأبلاس. أبلاس لا أعرفها إبليس. فإحنا عندنا بل في التاريخ من أهل الكتاب وحتى من المسلمين من هذا حاله: أوتي آيات الله وانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مع علمه بالحق ترك كل الحق واتبع هواه. قال تعالى: فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى مش مثله كمثل الكلب في وفاء، لا، ده مثله كفمثل الكلب في لهثه. الكلب أنظف منه، الكلب وفي، ده غير وفي. فإذا ندرك التشبيه
عشان ما يعني ايه ما تسرحش اخونا بعيد ويقول لك طب ما في كلاب وفيه وكلاب حلوه وزي الفل. ما في. ورب العباد ما شبهه بوفاء الكلب. فكل دعابه وضعها وفاء الكلب دي. الشعراء اخذت عنكم شويه بس. شوقي احمد شوقي الشاعر المشهور كان وصيف الملك ام وصيفة الملك، فكان غني مبسوط مليان، وكان هو يعني رأس في نادي الأدباء في القاهرة. حافظ إبراهيم كان يتيم ونشأ في صعيد مصر، ورباه عمه لغاية ما هو حس بثقل حياتي على عمه، فترك عمه وهاجر للقاهرة، بدأ يوصل على نادي الأدباء ده، وكان شاعر لكن ما حدش يعرف اسم عنه ولا يعرف عنه حاجة. فبدأ يتعرض لمين؟ من الداخلين عن نادي الأدباء. فالتقى به مرة شوقي فقال له مثل شعر اعجب به جدا، خده معاه وتبناه شوقي، فكان هو اللي ينفخ عليه. وحافظ موهوب اكثر من شوقي في قدرته على القاء الشعر. شوقي شاعر لكن ليس القاء، حافظ شاعر موهوب في اللقاء. فكان بعد ذلك شوقي يؤلف القصيده ويلقيها حافظ، لا يلقيها شوقي، فاصبح هو المتحدث الرسمي بتاعه. فما رايح جاي معاه واكيد مش مع بعض. ففي مره يعني قاعدين في النادي، فحافظ شرب الشاي او القهوه التحيه واي عايز يقوم، شوقي عايز يقعد فما رضيش يدفع له الفلوس، عارف لو اتحرك الجلسون هيقف. فجالس يبص الحافظ شوقي انه يميز مش عايز يميز، فراح لاسعه بالشعر. قال يقولون ان الشوق نار، ما الناس قاعده العلماء قاعدين شعراء قاعدين، قال يقولون ان الشوق نار ولعوة، فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. طبعا مش فاهم القصه، فاكر ان هو بيتكلم على اشواقه. يقولون ان الشوق، تكلم على الاشواق، يقولون ان الشوق نار ولعوة، فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. طبعا اللي فاهم مش عارف القصه هيفهم انها بتتكلم على شوقي، لكن اراد شوقي اللي جنبه ده دي بيسموها التوليه في اللغه العربيه، يبقى لها معنى بعيد ومعنى قريب. هو اراد البعيد وفهم الناس القريب. فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. لكن شوقي شاعر المعنى امير الشعراء، اخذ ما اخذ اللقب ببلاش، فطن راح دافع فورا وقام يودع وحب يخلصها منه. وهو في الطريق الى باب النادي قال له اودعت الامانه انسانا وكلبا فضيعها الانسان والكلب حافظه. فضيعها الانسان والكلب حافظه. ففي كلام حافظه، لكن وجه التشبيه هنا في ما نصت عليه الايه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث، لو عدت نقشه يلهث، ولو سبته هو لوحده يلهث. اللي وصل لهذه المرحله يعلم الحق يعمل بغيره، هذا شانه وهذا حاله، لا يستقر له حال. وهتلاقي الكلام ده عندنا كما عند اهل الكتاب علماء السلطه اللي شغالين نفس الشغل الهلسي. فاتبعه الشيطان فكان من غبي. نسال الله العفو والعافيه. اذا القران صنف هذه التصنيفه حتى ندرك اين نحن منها. يا ترى كل واحد فينا راجع نفسه من اي صنف؟ من الجاهل بالدين؟ يتعلم. من اللي علم وجانب وجهل جوانب؟ يتعلم. من اللي علم ولم يعمل؟ يعمل. من اللي علم وانحرف؟ يرجع ويتوب. انا سقت هذه المعاني لان الايات الحقيقه عمال تعطينا اصناف. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، جزء من الكتاب، وده فريق موجود عندهم وعندنا. ايه اللي في النهايه؟ قال يشترون الضلاله. حد بيشتري الضلاله؟ اللي اوتي نصيب من الكتاب بجهله يشتري الضلاله فيما لم يعلم وفيما لم يؤت. واللي اشترى الضلاله ده وانحرف عن دينه النتيجه ايه؟ ويريدون ان تضلوا السبيل. ضل عايز الناس كلها معها تضل،
وذلك لا يحدثك إلا يقول لك الناس كلهم فشخ، الناس كلهم فجر. طب أنت فاجر، فجرت الناس كلها. مرات تتعرض تقول لك لا لا كل المحجبات وحشين، ابن التنين، أي حاجة، كل المحجبات يا ليت تصف الناس بما ليس فيه. وكما قال الشاعر رمتني بدائي وسلت، بل يود أن يضل كل خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن من قال ضل الناس فهو ضله. الأعمال طوال اليوم يشيع بالناس، الناس كلها ضلت، الناس كلها فجر، الناس كلها فسقت، عشان ينشر الفسق والضلال. هذا من أضل الخلق، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ووصفهم الله بأنهم أعداء لنا لا أحب، ولو كانوا إخوة مسلمين. رب العباد بيّن أن حالهم حال العدو لا حال الحبيب. لذا عقب يشترون الضلالة يريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللي عايز يستنصر يستنصر بالله، واللي عايز يعتصم يتولى يكل أمره لله، هو العاصم لغيره. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم ذكر لهم صنف آخر من أهل الكتاب، والله أعلم بعدكم وكفى بالله وكفى النصيرة، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. آفة من آفات أهل الكتاب، وابتلي بها بعض المسلمين، يحرفون الكلمة عن مواضعه. جبان عايز الناس كلها تبقى في جبنه، لكن ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ازاي انا اهلك نفسي؟ هو اللي بيجاهد يقول لك نفسه، يقول لك برضه لو البخيل يقول لك انا هطلع مالي بعدين اهلك نفسي وبيتي وعيالي. خلي بالنا الايه جاءت في عكس ما فهم وما نشر. رب العباد يقول له انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فعد التهلكه لمن؟ لمن ابى الانفاق. طب واللي انفق؟ جاهد وأجر. فيجعل المجاهد هو اللي أهل التهلكة، وهو البخيل أهل النجاة. هنسمي ده إيه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. ده كثير منا بيقع فيها من غير ما يشعر، من غير ما يشعر. رب العباد لما أمرنا في التعامل مع أهالينا أمرنا بالصبر عموما، بل بكل صور الصبر، لكن خص أهالينا زوجاتنا ومحبوباتنا خصهن بمزيد الصبر. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فجاء بجل صور الصبر في حياتنا كلها، لكن خص النساء. قال وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ مالوش واصبر، قال واصطبر عليه. الصبر لي خمس مرات، صبر صبر تصبر تصبر اصطبر. الاصطبار اعلى مراتب الصبر. فامر بالصبر مع الكل، والاصطبار مع الاهل، الزوج والاولاد. وفي ايه الاصطبار؟ في اوجب الواجبات في الصلاه. ام الفراغ قال وامر اهلك بالصلاه وايه؟ واصطبر علي. ما تيأش، اوصل لأعلى مراتب الصبر حتى تنقذ زوجتك وأولادك. قوا أنفسكم وأهليكم نار، هو ده الطريق مش طريق آخر. الست ممكن تركض تعطل الأولاد، يكسلوا يطنشوا، كل ده وارد، يناموا يلهوا يلعبوا لا ينظم أوقاتهم، كل ده وارد. وأنت مأمور بالاصطبار معهم لآخر لحظة في عمرك. فإن أمرنا بالاصطبار عليهم في أوجب الواجبات
يبقى من باب اولى الاستمرار فيما دون ذلك. يعمل الاخر مطلوب مع النساء والاولاد نجيب الاخر في الصبر. ها يطلع لك مخبول يقول لك يا عم الشيخ ما احنا برضه يعني لنا حدود، وام كلثوم قالت انما للصبر حدود. طب احنا بناخد شرع ربنا ام كلثوم ولا في حق اللي بتحب؟ ها ما قلتش اي حق حق تاني؟ لا يبقى راجل معاها اللي مش قادر تصبر معاها ده، انما للصبر حدود. واحنا مطلوب ان احنا نجيب اخر الحدود مع اهالينا. ينفع الكلام ده؟ ويردده كثير مسلمين بلا تردد. اول ما يتعمل كده مع مراته قال له خلاص بقى انما للصبر حدود، انا صبرت بقى انما للصبر حدود. قانون، قانون ام كلثوم جعلنا قانون نطبقه عليه رب العالمين. يحرفون الكلمه بعد مواضع عن مواضع، يحرفوه. التحريف انواع، من بعد مواضع وعن مواضع. ينحرفوا عن معناه، يعني ينحرفوا عن مقصده ومراده، ودوارد ودوارد. وكل واحد بقى يتفنن ازاي يحرف الكلمة عن مواضعه او من بعد مواضعه. قال ونسوا حظا من ذكره، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. في واحد بيقول صراحة كده مع ربه لسان حال، وبعضهم يتطاول يقول انه قال لا انا مش هنفذ كده، انا مش هنفذ، مش هنفذ يعني سمعنا وعصينا، ليس له معنى اخر. ومنهم يقول سمعنا وعصينا، سمعنا صحيح وعرفنا ده الحق بس ما هنفذش، انا مش هقدر على كده ولا عايز كده. الله يجزيك عن خير. خذ اموالا الله يبارك زي بعض عافين منهم ما انا ليس لي فيه نصيب. نعرف ولا نحرر، لكن اخر عهدي بيع عام 69. الله اكبر الحمد لله. انما للصبر حدود. ها هو ده التحريف، يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قد تذكر بآية وتتأثر بها في وقت معين وتعلم حكم الله فيها وتقول خلاص يا رب أنا تبت، وبعد لحظة تنسى أنك أنت تذكرت وتبت وترجع نفس النص. كم من أمور ذكرنا بها ونسيناها. كل دي إخواننا آفات رب العباد في الآية يحذرنا منها، حتى نراجع أنفسنا أولا بأول ونصحح حياتنا ومسيرتنا أولا بأول. مش عيب اني اعرف عيبي، العيب اني اجهل عيبي. من المعروف ان نعرف عيوبنا وان نعالجها، ولذلك الصحابه جعلوا هذا هدف بالنسبه لهم. العيب اللي يجاهد نفسه يصل اليه يفرح فرح شديد جدا لما يعرفه حتى يعالجه، حتى لا يلقى الله بعيب، بل كان يفرح ان اعطاه له غيره. طبعا احنا الان لو واحد قال لي انت فيك عيب الفلاني نفسك تسول وتولع. الصحابه كان يعتبر من يعرفه بعيبه اهداه اغلى هديه. كان عمر يعتلي المنبر وخليفه المسلمين يقول احب الناس الي من اهدى الي عيوبي. عده احب الناس اليه لانه اعانه على معرفه عيب فيه حتى يعالجه فلا يلقى الله به. احنا الكبر قتلنا. كيف يقول لي فيك كذا؟ كيف؟ جريمة، ده انسان سيء وننظر نظر شذر ونعتبره عدو. الذي اهدى لعيب مرحبا. احب الناس الي من اهدى الي عيوبي. ولما كان يعتلي المنبر ويخطب وقام رجل لينصحه فقال الصحابة أنصت، قال ويحكم دعوه، فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. يا الله مين دول؟
ده الصحابة. وبعدين عمر ده كان أسطورة والكل يهابه، ومع ذلك يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها. تبقى عارف عيب في أخوك وتسيبه يموت عليه، مصيبة. حاول توصلها له، إذا كان جهول شوف حيلة لغاية ما توصلها له ولو بالحيلة. لكن كان إنسان سوي قل له أنت أخويا حبيبي وأنا رأيت منك كذا، عايزك تعالج وأنا ساعدك. لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نفعلها. ندرك لا خير فيكم إن تقولوها ولا خير فينا إن لم يعني نقبل هذه النصيحة الغالية. الدين لا يقوم إلا بهذا. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هو ده بابها. باب النصيحة أن تهدي لعيب أهدي لك عيبك، أن تعين على علاج عيب يعينك على علاج عيبك، حتى أسمو أنا وأنت ونسمو جميعا ونرتقي جميعا في أخلاقنا وحياتنا ونصبح حياتنا بالوحي ونسمو من خلاله. هو ده الطريق اللي الصحابة فهموه وعاشوه، عاشوه. تواصل بالحق. إيه معنى تواصل؟ ما قالش وصل بعضهم بعضا بالحق أبدا، قال تواصل. تواصل بيسموه في اللغة العربية فعل مشاكلة. وصل وتواصل، قتل وتقاتل، ضرب وتضارب. اللي على وزن تفاعل ده بيسموه فعل مشاكلة. الفعل الأول له فعل واحد، الثاني له فعلان. تقول ضرب يبقى ضرب واحد، لكن تضارب يبقى كلاهما ضرب الآخر، يبقى ليه فعلان. قتل وقاتل، قتل يبقى القاتل اللي قتل واحد، تقاتل كلاهما قتل الآخر. لمس ولامس، لمس يبقى واحد بس اللمس. طب ولامس كلاهما لمس الآخر. لما قال أو لمستم النساء يبقى مش بطرف واحد، أنت لمسته ولا لمسته. وصلت؟ فإذا ندرك هذا المعنى هنا لما كل وتواصل يعني وصى بعضهم بعضا. أنا أوصيك أنت توصيني، أنا أوصيك بالحق وأنت توصيني بالحق، وهذا معنى النصيحة. أهدي لك عيوبك وتهدي لي عيوبي، وخاصة مع المعاشرة ومع المجالسة ومع السفر ومع القرب ستتكشف سوءاتنا لمن حولنا وستظهر عيوبنا من حولنا فنهديها لهم. فأقرب الناس إليك أحق الناس بمعرفة حالك، وذلك أكثر الناس معرفة بعيوبك امرأتك. رب العباد يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يعني أفضى طلع كل اللي في جوابيته أخرجه، عرفت كل سوءاته وعرف كل سوءاته. تيجي أنت بدل ما تعالج تزلها من إيه؟ أنت فيك، تقول لك وأنت فيك حدوتها هذه. انت فيكي تقول له انت فيكي. الله الله مستعان. ايام الهم حكيت له فصلت لك سافور زي ما انا بحاول اخف عنكم، هذا الدرس طويل النهارده اجازه. ف ايام الهم كنا فيه في بعثه في مصر، فعشان الراجل يزور اهله حاطين بين الاثنين سلكين وبين الاثنين مترين، وخلوا الناس كلها تزور في وقت واحد، كل واحد يكلم واحد لا سمع ولا التاني سمع، والزيارة كلها 3 دقائق. فكان معنا أخ فاضي أمه صعيدية هو صعيدي، فأول ما جات لها أمه أنت ديتي؟ قالت له أنا ديت. ديتي ليه؟ أهلا ديت. صفروا خلصت الزيارة. قول لي يا ابني عملت إيه؟ قال له قلت له أنت ديتي؟ أنا ديت. أنت ديتي؟ ديتي ليه؟ أهلا ديت. خلصت الزيارة. واحدة ثانية يقول هما أبويا فين؟ قالت له في الشوال، حط الاكل في الشوال. ففك سمعاه فكره يسال على الاكل، فقلت له مفش يما ابويا فين؟ قلت له في الشوال. خلصت الزياره. بعد ما فتحوا الزياره بس حكى القصه لابوه، قال له ليه حطيت في الشوال؟ احكي الكلام ده ليه يا اخوانا؟ عشان اخف عنكم بس، لكن البلاء بلاء، نسال الله العفو والعافيه. لابد للمسلم أن يدرك هذه الحقيقة، أننا مطالبون بعلاج عيوبنا، وهذه سنة فينا، ليس فينا إنسان كامل،
وليس فينا إنسان معصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، يبقى ما في بني آدم يخلو من خطأ إلا الأنبياء، ودول مستثنين. وليس مننا نبي، كلنا بشر وكلنا بني آدم وكلنا عرض الأخطاء. علاج أخطاؤنا ببحثنا وبإعانة من حولنا لنا بالتواصي بالحق، لا سبيل لها آخر. فلنشرح صدورنا ولنشرح صدرا بنصيحة إخواننا، حتى نحملهم على زيد النصح، لكن نصحني هبت في وجهه لن يعيدها، لن يعيدها. لا 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 سيبك مني، أن صاحب يشتمنا ليه ولا يغزينا ليه ولا يغضب منا ليه ولا يهجرنا ليه بسبب النصيحة؟ أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. لابد أن نسمو وأن نشعر أن إهداء العيوب لنا هدية وليست جريمة بشرية في حقه. وأحب الناس إلينا من حرصوا على تقويمنا وأرادوا إعانة على السمو معهم وتواصلوا بالحق معنا، حقهم أن أتواصل بالحق معهم. وصل المعنى ده؟ إذا ندرك من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن وضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، يحرفون الكلمة عن وضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. يعني ايه اسمع غير مسمع؟ مرض مازال موجود. لو ليه مصلحة يقول لك خش اسمع الدرس، لكن ما تركش، اسمع الدرس واشغل نفسك بأي حاجة. يبعث الدرس والشيخ بحاضر ومسك التليفون، ها ده ما كانش فرج على فيلم جنس اثناء الدرس كمان. نسأل الله العافية. واسمع قاعد في الدرس واسمع الدرس، يبقى اللي سمع ولو اسمع غير مسمع. آفة قديمة حديثة، بل الآن أصبحت رهيبة في البيوت. يبقى الأب قاعد وامرأته معاه تسمع غير مسمع، هو بيتكلم وهي فاضية تاني، والأولاد قاعد معهم والكل يسمع غير مسمع. فالمرض ده الآن أصبح آفة العصر، آفة العصر. جالس معاك انت تحدثه وفي دماغه فين؟ في حته تانيه خالص، واقف بين يدي الله يصلي، يتذكر كل شيء الا ما ليس كمثله شيء. اللي واقف يصلي ده آفة ومرض، والقرآن يشير اليه حتى نعالجه. اصاب اهل الكتاب، كان اصحاب دين وعندهم كتاب منزل مثله، ومع ذلك فعل هذه الفعلة، وقع في هذه الآفة. واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع، اسمع شك واقف يسمع وفي يصلي ودماغه فيه وقلبه فيه، فادي سك خالص تماما. إن فعلت هذا مع زوجتك هتنفر منك، فعلت مع أولادك هنفروا منك، فعلت مع أصحابك هنفروا منك، كيف وقد فعلت مع ربك يرضى عنك؟ وصل المعنى؟ مرض قاتل وقديم حديث، والقرآن نص عليه. واسمع غير مسمع وراعنا ليا في الدين. وراعنا لا يبال سنتين، يعني راعنا ان يحتال على من امامه في الكلام، يعني يحتال. هم جايين للرسول عايزين يظهروا له ان احنا عايزينك وعايزين يعني نصائحك وعطاياك، فيقولوا له كلمه يطعنوا فيها فيه وظاهرها انهم يريدون. راعنا من الرعايه، يعني انت راعي وخلي بالك منا، واحنا يعني اولادك وتلاميذك. وهم لا يقصدوا راعنا، يقصد انك انت ارعى عن البعيد. يطعن في النبي بهذا صلى الله عليه وسلم، راعنا
راعنا يعني أرعى واحد فينا، يعني فينا رعنا وده أرعنا. فرب العباد حرم عليهم هذه الكلمة، مش حرمها لذاتها، حرمها وأمثالها. وراعنا قال ليا بألسنته، فسماه لي لمعنى الكلمة عن مرادها الظاهر، لمعنى موجود في اللغة أرادوهم. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، عشان كل يسمعهم أهل الكتاب اللي عارفين القصة يسقفوا فرحانين، طعن في رسول الله ورسول الله لم يوحى إليه فيعلم هذه الكلمة. لكن على مين الكلام ده؟ على رب العالمين. ده جعلها رب العباد قرآنا يتلى، جرمهم جعلها قرآن يتلى. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ثم عقب. طيب عايزين تصدقوا؟ قالوا أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا. انظرنا معنى انظر إليه، هو معنى راعنا لكن المعنى الصحيح منه. يبقى أتوا بالكلمة اللي ما فيهاش احتمال، بالكلمة التي لا يختلف عليها فإنها مقصودة. وانظرنا، بص عليه، بمعنى راعنا لكن على المعنى الأول للمعنى الذي حرفوه. ولو أنهم قالوا سمعنا أطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرنا مؤخر، ولكن لعنهم الله بكفرهم. اللي ابتلي بمرض التحريف في الكلام ده والتزييف ويكلمك وهو في يوهمك بأنه هو معك وأنه يرضيك وهو أطعن فيك، هذا من الملاعين، من ملاعين. الخداع ليس من شيم المرسلين ولا أتباع المرسلين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع انظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمن إلا قليلا. الوقت خلص ونكمل، ها خلاص، لسه الآيات طويلة، ما في مشكلة، لسه الآيات طويلة والأصناف كثيرة، ها. وأنا نفسي أكمل لكن طبعا عشان خاطر مراعاة لحالكم أكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله تعالى أن يحفظني لكم حفظ وقلات حياته، ويعالج اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لمرضيك عنا. اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لمرضيك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق التمس علينا فنضل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك، وغنينا بفضلك عن من سواك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.